مرحبا بكم في ملخص برنامج جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الأسبوع الماضي، حيث تضمن برنامج جلالته زيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو، تضمنت مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حضور فعاليات معرض الطيران الدولي ماكس الذي تحتضنه مدينة جوكوفسكي، لقاء مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما شهد الأسبوع الماضي تسلم التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2014 واستقبال مبعوث الرئيس الكازاخستاني بغداد أميرييف. إليكم التفاصيل. قام جلالة الملك بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لعصاباته والتطورات التي تشهدها بعض دول المنطقة وجهود تحقيق السلام فيها. Mr. President, thank you very much. Again, very impressed today with the air show. It was truly a very memorable occasion to be with you this afternoon. I was especially touched with the program you have for the youth, especially with technology and science. That was very impressive. I'm delighted to be back here in Moscow, and as you well know, we have a very strong and important relationship between our two countries that you have continued to build between our two nations. And I'm looking forward to being able to discuss many of the major challenges in our region that have been plaguing us for several years, and the vital role that you and Russia have been playing for such a long time and continue to play to bring stability to our region. Not only trying to bring Israelis and Palestinians closer together to find a peaceful solution to that long and difficult conflict, but also, as you know, I have said for many years, as we try to find a solution for Syria, I have believed that the only way we can find a solution for Syria is the vital role that you and your country play to find a political solution for all parties to bring stability to that country that has endured so much. So your role and the role of your nation is vital for our area, and I'm delighted to be back here in Moscow to be able to listen to you and to be able to exchange with you and my colleagues here in Moscow today. So thank you for having us back. كما حضر جلالته فعاليات معرض الطيران الدولي ماكس الذي تحتضنه مدينة جوكوفسكي، حيث تابع جلالته وكبار رؤساء الوفود المشاركة في فعاليات المعرض عروضا جوية قدمتها طائرات وأسراب من الطيران الجوي الروسي. والتقى جلالة الملك على هامش المعرض مع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجرى بحث آخر المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان في هذا السياق دوام التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف التطورات الراهنة. كما التقى جلالته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد الزعيمان أهمية التشاور المستمر حيال كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وإدامة التنسيق والتعاون في المجالات العسكرية على المستويين الثنائي والعربي. وتطابقت رؤى جلالته والرئيس المصري على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية. وشهد الأسبوع الماضي أيضاً تسلم جلالة الملك التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2014 خلال استقباله رئيس المجلس القضائي هشام التل. وشدد جلالته على أهمية توفير البيئة المناسبة من الناحيتين التشريعية والإدارية، وبما يضمن سرعة وعدالة البت في القضايا المعروضة أمام القضاء. كما استقبل جلالة الملك مبعوث الرئيس الكازاخستاني بغداد أميرييف الذي نقل إلى جلالته رسالة من الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نازاربايف تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى الميادين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.